إكمالا بخير. هذه الحروب التي أصبت بها نتيجة إلقاء قنبلة صوت مباشرة على طاقمنا الصحفي عندما كنا نغطي يعني اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الشهيد فادي علون في بلدة العيسوية في القدس المحتلة، قامت قوات الاحتلال جنود الاحتلال بإطلاق وابل من قنابل الصوت باتجاه الأهالي الذين أتوا إلى ذلك المنزل من أجل تعزية عائلة الشهيد ومواساتهم، وأيضا باتجاهنا نحن كصحفيين عندما كنا نغطي يعني الاعتداء الإسرائيلي، وهو يعني اعتداء واحد من جملة اعتداءات إسرائيلية تطال مدينة القدس يعني وتبلغ أشدها خلال الأيام الأخيرة.